عايزين نعرف رحلتك مع الغنى مشيت ازاي؟ يعني عرفوا ازاي ان انت اصلا صوتك حلو؟ اكتشفوا موهبتك ازاي؟ والله انا ابتديت غنى فعليا من 2015 بعد وفاة والدي. والدتي اهتمت شوية بالغنى وكده وسمعتني. ساعتها رحنا دار الأوبرا مع مايسترو أحمد عامر ودكتورة سهير حسين والدكتور مصطفى. بس ومن ساعتها ودخلت كورال أطفال الأوبرا وبس. عظيم. هل حد عندكم في العيلة كده بيغني؟ وراثة الموهبة دي؟ هي وراثة بس مش احتراف هنا يعني. بيغنوا واختي كانت محترفة شوية ولكن وقفت خلاص. طيب احنا حابين نتعرف عنك اكتر. انت شكلك صغير. عايز اعرف عندك كام سنة الاول؟ انا عندي 18 سنة. يعني لسه صغنطوطة خالص. يعني الانتشار بتاعك جه من على التيك توك الاول. والناس متابعاكي جدا واحنا شايفين انه الناس مهتمه جدا بيكي. دخلنا اتفرجنا على البيج بتاعتك لقينا الناس. الحقيقه انت صوتك مبهر فعلا. فان الناس تبقى مبهوره ده طبيعي. مفيش حاجه اعجاز في الموضوع يعني. لكن احكي لنا عن الاول الجرأه جات لك منين انك تبتدي تعملي الفيديوز دي والانتشار جه من اغنيه ايه مثلا؟ هو الاول كان من اغنيه اصاله. كان كوبليه بسيط اللي هو اوله وعموما بكره يبان. بس لقينا انا فتحت ال بس اصلا مساحه صوت كبيره قوي. طبعا طبعا. ازاي تفكري كده تدخلي الحته دي؟ انا ما بصيتش لمساحه الصوت. انا خدت الاغنيه وغنيتها بطريقتي انا. طب ما تسمعيها لنا كده الكوبليه ده. ماشي. وعموما بكره يبان من فينا تلا خسران ولعلمك يوم والتاني وتجيني لحد مكاني ندما على حب زمان. يا سلام. ده الكوبلي. ونزلته ورحت الجامعة. بس رجعت لقيت الجامعة كلها سمعتك. لقيت كتير عدى اكتر من 100,000 في خلال 3 ساعات او اقل من 3 ساعات كمان. بس وكانت البدايه الانتشار من هنا. ولكن انا بعمل فيديوهات من قبل بكتير. انا زي ما قلت لكم من 2015. بس والطلب ان انا اغني اكتر والاغاني اللي بتطلب مني لازم تطلبي طبعا.